مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتورة هاجر مصطفى عبد الرحمن، سبورت نيوتريشنز وهيلث كوتش. النهارده هتكلم معاكم في موضوع ناس كتير قوي بتبقى متلخبطة فيه، وخاصة الناس اللي عايزة تخس شوية، تعمل ويت لوس او فات لوس، وهو موضوع ناكل ايه قبل وبعد التمرين ونخس كمان. الموضوع ده هنتكلم بس فيه، بس الاول حاجه عايزين نتفق مع بعض على حاجه جنرال كده، عشان نبقى عارفين احنا على اي اساس هنختار الاكل اللي هناكله قبل وبعد التمرين. الجسم لما بناكل حاجه بيبقى في حاله اكل، ولما ما بناكلش بيبقى في حاله فاستنج او صيام. الحاله بتاعت الاكل بيطلع فيها الانسولين، والجسم بيبقى بيهضم والاكل احنا اكلناه ديت وبيخزنه في الاماكن بتاعت التخزين. في الوقت بقى اللي احنا ما بناكلش فيه او في حاله الفاستنج، الاكل اللي احنا اكلناه خلاص اتخزن، فالجسم بيبتدي يطلع الجروث هرمون او الجي اتش هرمون او هرمون النمو عشان يكسر الحاجات اللي احنا خزناها ديت، عشان يطلع منها طاقه للجسم ان هو يتحرك ويعمل الحاجات بتاعته بقى في خلال اليوم. طيب احنا في حاله التمرين، علشان في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها النهارده ان احنا عايزين نخس او نفقد شويه دهون ووزن، عايزين ان احنا نحافظ على الجروث هرمون ديت اللي بيحرق لي وين اكبر قدر ممكن يعني من الوقت، ونقلل من وجود الانسولين اللي هو بيوقف العمل بتاع الجروث هرمون ديت وبيبتدي يشتغل على تخزين الاكل ده. يبقى اللي احنا اتفقنا خلاص دلوقتي ان احنا في الوقت بتاع التمرين ده هنبقى بنحاول نحافظ على وجود الجروس هرمون او الهرمون النمو اكبر قدر ممكن في خلال التمرين وقبل وبعد التمرين. تعالوا نتكلم بقى في الوقت اللي قبل التمرين. اي الايديال خالص لما نحب نعمل تمرين، ايا كان بقى نوع التمرين ده ايه، سواء كارديو او سواء كان سترينث او اللي هو التمرينات التقويه، الحاجات دي كلها الايديال خالص اللي نتكلم بقى دلوقتي في البري ورك اوت او قبل التمرين، ان احنا ما ناكلش خالص، هنتمرن على بطن فاضيه. ليه بقى؟ لان احنا لما نصحى الصبح هرمون الكورتيزول بيبقى طالع، علشان يعني نسبه معقوله علشان خاطر يصحينا من النوم ونقوم ونشوف اليوم بتاعنا. فلما بناكل حاجه بيبتدي الجسم يخش في حاله التخزين مش في حاله حرق الدهون، فاحنا عايزين نتمرن في الفتره اللي هي الجسم شغال فيها والجروث هرمون طالع فيها وشغال يحرق الدهون. فالاحسن حاجه قبل الورك اوت ده ان احنا نشتغل على بطن فاضيه. ممكن ناخد قهوه، ممكن ناخد شاي، ممكن ناخد شاي اخضر، ممكن ناخد ماتشا. الاحسن ان احنا ناخدهم طبعا من غير سكر، من غير كريمه، من غير الحاجات دي كلها. ممكن ناخد شويه هيفي كريم، ممكن شويه اللي هي كريمه خفق او كريمه طهي، يعني نص معلقه صغيره يا دوبك علشان ما نستفزش الانسولين ان هو يطلع. ممكن ناخد برضو شاي اخضر، الحاجات دي كلها برضو من غير محليات قبل الورك اوت بتاعنا او قبل التمرين بحوالي نص ساعه. نشرب ميه كويسه لان احنا هنفقد عرق كتير في خلال التمرين، وخاصه لو في الايام اللي هي الحر دي كمان. طب لو في حد بيشتغل او عنده دراسه او حاجه زي كده وعنده في خلال اليوم وهيروح بقى لازم يروح الشغل بتاعه، مش هينفع يتمرن الصبح لما يصحى، يبقى في الحالة دي احنا هناكل الوجبة بتاعتنا عادي خالص اللي احنا بناكلها، وهنتمرن بعديها بساعتين علشان يكون الانسولين طلع بقى وهضم وخزن خلاص، ونبتدي ان احنا نستفاد بان احنا نقدر نطلع الجروس هرمون. لاننا لو اكلنا والاكل اللي احنا اكلناه ده لسه ما اتهضمش، هيبتدي الانسولين لسه شغال في الشغل بتاعه والجروس هرمون مش هيقدر يطلع ما دام لسه احنا في حالة الهضم للاكل اللي احنا اكلناه ديت، فبالتالي مش هنستفاد بحاجه من حرق الدهون، هيبقى كل التمرين بتاعنا رايح لحرق الاكل اللي احنا اكلناه ده، ومش هيبص خالص للحاجات الدهون اللي احنا مخزنينها. كمان في خلال التمرين لما بنفقد ميه وبنفقد املاح والحاجات دي كلها، بنبقى محتاجين ان احنا نعوضها بحاجات زي محلول جفاف او زي مينرالز او جاتوريد او الحاجات اللي هي بيبقى فيها صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم، عشان يحافظوا على ان العضلات ما يحصلهاش تشنج، وخاصه في الايام الحر لما نتمرن في ايام الحر الاملاح دي كلها بتتفقد مع العرق، فعايزين ان احنا نعوضها. من اكتر الاخطاء اللي دايما بشوفها مع كلاينتس وناس بتروح التمرين ان هي تاخد موزه، تاخد فاكهه، تاخد بروتين بار وهي داخله قبل التمرين. ده من اكبر الاخطاء اللي ممكن انتوا تعملوها لو انتوا عايزين تخسوا دهون. ليه بقى؟ لان الحاجات ديت هتاخد لها على الاقل نص ساعه، ساعه عشان تتهضم، الانسولين شغال،
فبالتالي الموضوع بتاع الحرق ده خلاص وقف في الجسم، مفيش حرق للدهون المتخزنة، واحنا دلوقتي كده في حالة الأكل والتخزين والهضم، وما الدهون اللي عندنا في الجسم بدل ما احنا عايزين نخسها هي بتزيد بالزيادة. طيب نيجي بقى للفترة اللي بعد الورك اوت او بعد التمرين، هناكل فيها ايه؟ ايه الاحسن حاجة هناكل فيها؟ بعد الورك اوت بشوية، بنص ساعة ل 40 دقيقة، بيبقى الجي اتش هرمون او الهرمون بتاع النمو بيبقى في اعلى حالاته، يعني بيبقى نسبته حلوة جدا. فالاحسن الفترة دي اللي بعد التمرين على طول ما ناكلش فيها اي حاجة، ممكن نشرب فيها مية، ممكن نشرب فيها حاجات زي محلول الجفاف او الحاجات اللي هي الجاتوريت، الحاجات اللي بيبقى فيها املاح علشان نعوض الحاجات اللي اتفقدت في خلال العرق وخلال التمرين. بعد بقى ساعة لتلت او ساعة هنبتدي ناكل الوجبات بتاعتنا لو احنا حاسين ان احنا جعانين. لو مش جعانين ما نضغطش على نفسنا نهائي ان احنا ناكل حاجة او لازم ناكل حاجة، لا خالص، الجسم قادر ان هو يخش في حالة ان يغذي نفسه بالدهون الموجودة دي، يطلعها يحرقها ويكسرها ويغذي نفسه. بعد بقى لو احنا حاسين ان احنا جعانين هناكل ايه؟ اهم حاجة طبعا البروتين. ناكل ايه من انواع البروتين؟ احنا في الرينج بتاع اليوم بتاعنا محتاجين حوالي 30 جرام، يعني من غير حسابات وتعقيدات بقى ومعادلات معقدة، نقول حوالي 30 جرام بروتين. مش محتاجين ان احنا نحسب قوي وننزل بقى برامج ونحسب الكام جرام وكده، يعني نقول في رينج مثلا صدر الفرخة بيبقى حوالي من 25 ل 30 جرام بروتين في صدر الفرخة، بيختلف طبعا على حجم الفرخة. البيضة مثلا لو خدنا بيضاية بيبقى فيها حوالي 6 جرام بروتين، يعني لو اخدنا مثلا حوالي 4 بيضات يعني حوالي نقول حوالي فرنج 25 جرام بروتين، حلو جدا. لو اكلناها مع شوية بقى جنبها حتة تونة او حتة سلمون برضو يبقى كده كملنا البروتين اللي احنا محتاجينه في خلال اليوم بتاعنا. برضو الناس اللي بتعتمد على اكل بياض البيض بس على اساس ان هو فيه البروتين، الصفار فيه نسبة بروتين برضو، البياض فيه طبعا نسبة أكبر من البروتين، لكن البياض من غير الصفار الجسم ما بيقدرش يعني يستفاد بيه كويس، الاتنين مع بعض يعني صفار بيساعد الجسم ان هو يمتص البياض احسن، فلو احنا اكلنا البياض بس الجسم مش هيستفاد بيه قوي وهينزل من الجسم من غير استفادة بيه جدا، فاحنا عايزين البياض والصفار مع بعض. الصفار برضو فيه healthy fats جميلة جدا للجسم، محتاجينها برضو علشان نعوض الحاجات اللي احنا فقدناها من العضلات في خلال التمرين بتاعنا وللجهاز العصبي برضو. ناس كتيرة برضو من الحاجات الخرافات انها تفتكر ان البيض بيعلي الكوليسترول، في نوعين من الكوليسترول عندي، في كوليسترول نافع وفي كوليسترول ضار، اللي هما يعني ايه؟ الكوليسترول النافع ال HDL ديت اللي هو بيبقى بيشيل الدهون من المسار بتاع الدم في المجرى الأوعية الدموية، بيشيل الدهون منها ويروح يخزنها في الأماكن بتاع التخزين، فده بيقلل لي من تصلب الشرايين، من أمراض القلب، من الحاجات دي كلها. الكوليسترول الضار بقى اللي هو ال LDL ده اللي بيزود لي الدهون في المجرى بتاع الدم، بيجيب لي الدهون من أماكن بتاع التخزين بتاعها، بيعمل عكس ال HDL اللي هو الكوليسترول النافع، بيجيب الدهون ويحطها في المسار بتاع الأوعية الدموية فيعمل لي تصلب شرايين والأمراض بتاعة القلب دي كلها. الكوليسترول بقى اللي في الصفارة بتاعة البيض ده بيزود لي ال HDL اللي هو بيزود لي الكوليسترول النافع، فبالتالي ده مفيد ان احنا ناكله مش ضار، هو بيزود لي الكوليسترول بس الكوليسترول النافع مش الضار. يبقى اتفقنا احنا ناكل بروتين سواء بقى البيض، الفراخ، السلمون، عشان كمان في اوميجا 3 حلوة جدا علشان خاطر العضلات والجهاز العصبي عشان يحصل له ريكفري او يترمم كده بعد ما ممكن في اجزاء اتكسرت في خلال التمرين، برضو ده كويس. حاجات كتيرة بقى زي التونة، السردين، الحاجات دي كلها. هناكل جنبها ايه بقى؟ هناكل جنبها خضار يساعدنا ان احنا نعوض الحاجات الاملاح اللي احنا فقدناها في خلال التمرين، زي الافوكادو مليان بالبوتاسيوم، احنا طبعا احنا هنركز على الصوديوم مغنيسيوم والبوتاسيوم. نقطة كمان، لو احنا بعد التمرين ديت في ناس كتير بتحس ان هي مهبطة او دايخة او عندها مصدعة شوية، ممكن ده مش بسبب اكتر حاجة من قلة الاكل، لو هي مش حاسة جعانة ده بيبقى نقص الاملاح وخاصة الصوديوم. لو خدنا كوباية مية عليها شوية ملح صغيرين، ملح بحر او ملح هيمالايا، وشربناها برضو هتساعد شوية كتير ان هي تعمل علاج للصداع او الهبوط ديت.
برضو في خلال الاكل بتاعنا لما نيجي ناكل الوجبه اللي احنا اتفقنا ان احنا هنأخرها شويه بعد نص ساعه او ساعه الا ربع بعد التمرين عشان نستفاد بالجروس هرمون اكبر قدر ممكن ان هو يحرق لي الدهون بتاعه الجسم. الوجبه دي اتفقنا فيها بروتين، وهنعتمد كمان ان احنا نزود البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم في الاكل. ده موجود اكتر في الخضار الورقي، موجود في الافوكادو، موجود في العيله الصليبيه. العيله الصليبيه ديت اللي هي شامله كذا حاجه زي الكرنبيت زي الكروم زي البروكلي، كل دول اسمهم عيله صليبيه. لو دورتوا على جوجل هتلاقوا مجموعه كبيره جدا، الفاجل، الحاجات دي كلها، البروسل سبراوت اللي هو عامل زي الكروم الصغير ده برضو تبع العيله ديت. الميزه بتاعت العيله دي في حاجتين، اول حاجه ان هو الجلايسيميك اندكس بتاعها قليل حوالي 15 ويمكن كمان اقل من كده بشويه، يعني ما بيستفزش الانسولين ان هو يطلع في الدم كتير، يعني ما بيطلعش، ما بيستفزش الانسولين قوي. لو الجلايسيميك اندكس عالي طبعا الانسولين بيطلع جامد في الجسم، وطبعا هنخش في المود بتاع تخزين الدهون مش حرق الدهون. فالجلايسيميك بتاعها قليل، مليانه الياف فبتحسسني شبع وقت اكتر. كمان فيها مركب اللي هو الاي سي 3 او الايدل كربونيت 3، ديت المركب ده بيقلل لي من الاستروجين. مش بيقلل لي من الاستروجين، دي حاجه وحشه، بس بيقلل لي من الاستروجين الزايد عن اللزوم، يعني بيدخله لي في النورمال. طبعا احنا عارفين الاستروجين موجود في البنات والولاد، فالاستروجين الزايد هو الاستروجين عكس التستوستيرون. طبعا الاستروجين والتستوستيرون موجود في الاثنين في البنات والولاد، بس طبعا بيختلف النسبه بتاعتهم. فالتستوستيرون بيعمل لي على تكوين العضلات والحرق والنشاط بتاع الجسم اكتر، الاستروجين بيعمل العكس، تخزين ميه تخزين دهون، فبيعمل فالاثنين عكس بعض. فالماده المركب الموجود في العيله الصليبيه ديت اللي هي في البروكلي في القرنبيط في الكرنب الفجل الراديش الحاجات دي كلها، الاي سي 3 ده بيقلل لي الاستروجين هو يبقى زياده عن اللزوم، فبالتالي هيبقى في النورمال بتاعه، ما يعملليش تخزين للميه، ما يعملش تخزين كمان للدهون زياده عن اللزوم في الجسم. من ضمن الحاجات برضو الاخطاء الشائعه اللي بشوفها كتير، البروتين شيك اللي بيتاخد بعد التمرين على طول ملوش اي لازمه، ملوش نهائي اي لازمه. الاكل الطبيعي طبعا احسن، بس النقطه بتاعته ان زي ما قلت لكم بعد التمرين بيبقى الجروس هرمون طالع، عايزين نستفاد بيه ان هو يبقى موجود اكبر قدر ممكن علشان يحرق الدهون الموجوده في الجسم، زي ما احنا متفقين النهارده بنتكلم اصلا لحرق الدهون. فلما بناخد البروتين شيك كمية بروتين كبيرة بتستفز الانسولين ان هو يطلع بكمية كبيرة في الدم، وبالتالي كده خلاص وقفت العمل بتاع الجروث هرمون، وبقى معايا الانسولين معايا في الدم بقى، وخلاص طلعنا من مرحلة حرق الدهون ودخلنا في مرحلة التخزين بتاع الدهون. دي كانت معظم الحاجات، الاخطاء الشائعة، الحاجات اللي هي يعني ناس كتيرة بتتلخبط بيها. كمان قبل ما انسى، الميه مهمه جدا، يا ريت تهتموا بيها قبل وبعد التمرين، خاصه في الايام الحاره دي كمان، لان ممكن الميه برضو تاثر على الدوخه وكمان الكريفنج. ممكن بعد التمرين تحسوا انتوا عايزين تاكلوا حاجه حلوه، عايزين تاكلوا جعانين او حاجه زي كده، هو الجسم بيبقى بيعاني من حاله جفاف، بس بيدي اشارات غلط للمخ ان هو عايز ياكل او نفسه في حاجه مسكره او عايز ياكل حاجه معينه. فاهتموا بشرب الميه كويس جدا، وخاصه لو شربتوا قبل التمرين حاجه دايوريتك اللي هي حاجه مضره للبول زي القهوه زي الشاي زي الشاي الاخضر، الحاجات دي كلها دايوريتك بتزود مضره للبول، يعني بتزود من سرعه فقدان الجسم للسوائل او الميه. فاهتموا لو هتشربوا قهوه قبل التمرين او زي اللي هي البول بروف لو هتشربوها برضو، بس مش قبل التمرين على طول، قبليها بساعه يعني، برضو اهتموا ان انتوا تشربوا ميه قبليها او بعديها. اهتموا كمان بنقطه المينرالز ديت او المعادن، مهمه جدا 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 علشان تحافظوا على كمان الكتله العضليه بتاعتكم، ما يحصلهاش فيها تشنج، ما يحصلش فيها زي يعني تتعبكم في خلال التمرين. حافظوا على المينرالز ديت في خلال قبل وبعد التمرين في خلال اليوم كله، الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. ده كان معظم الحاجات حبيت اشيرها معاكم النهارده، ويا رب تكون اللايف مفيد ليكم كلكم. ولو حد عنده اي استفسار مستنيه الكومنتس بتاعتكم ان شاء الله اجاوبكم عليها، واشوفكم ان شاء الله معايا فيديو اللي جاي او لايف تاني باذن الله معايا دكتوره هاجر مصطفى عبد الرحمن.
ومع السلامة.